مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. للحقيقه هالمواطن اللبناني ما بعرف قديه بده يعاني، واذا هيدي من مسؤوليته يكون في بنزين ولا ما في، واذا من مسؤوليته يتحمل دولار فلتين بالسوق، خصوصا بين الصرافين اللي بيقولوا عرض وطلب عالي كتير منيح، واذا وصل وتخطى الألفين اي عرض واي طلب. السوق مربك، الناس مربكه، وبالتالي بالمقابل تطمينات من الدولة، ولكن هل هالتطمينات بتنطبق على الواقع وعلى مساحة الوطن؟ اللي صار بالأمس غير مقبول على محطات البنزين، وخلال الحلقة رح نحكي شوي عن الموضوع. ولكن اللي بدي أقوله أنه مش من مسؤولية اللبناني يتابع إذا الدولار سعره هالقد ولا لا، لازم نعرف أنه في سعر رسمي ما لازم حدا يتخطاه. وبالوقت ذاته لو الدولة مأمنة النقل العام ما كان حدا بيروح بسيارته، ولو الدولة مأمنة توقيت الصح للنقل العام الحالي الموجود كمان ما حدا بياخد سيارته. ولكن الدولة شو مأمنة؟ نحن مأمنين دراسات ووعود وأفكار، بينما على الواقع المواطن اللبناني بده يحمل كل شيء، بس ولا مرة المواطن اللبناني بيعبر عن هالشي بجدية. والدليل العجقة اللي صارت بالأمس واللي ما بعرف اليوم إذا رح تستمر ولا لا، خصوصاً أنه تعلق الإضراب اليوم، ولكن بكرة وبعد بكرة ما حدا بيعرف شو عم بيصير بالبلد. من هيك أنا بتسألت اليوم، هل مواطن لبناني أخذ مورفين؟ في شي هيك مرخي ما عم يعرف، دغري بخاف، دغري بيركض، دغري يعني رح يتقتلوا امبارح عم حطات البنزين. لا ما عليه، ما رح نعبي بنزين وما رح نروح على الأشغال، معنا بنزين منروح، ما معنا ما منروح. بكل بساطة خلي كل إنسان يتحمل مسؤوليته، وكتير منيح يلي مبروع على شغله ما عنده بنزين لأنه في إضراب، خلي المحطات البنزين هي تعطي نهاره، هيك لازم نوصل بالبلد. على كل حال نحن مع المعلومة رح نشوف شو موقف محطات البنزين، معلومة ومنكمل. اليوم صباحاً في محطات ما التزمت وفي محطات التزمت، ولكن عقدت نقابة أصحاب محطات المحروقات قبل ظهر اليوم اجتماع تشاوري خصص لمواكبة الإضراب اللي أعلن عنه مساء أمس الخميس بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالب أصحاب المحطات لتوفير ما يحتاجوه من الدولار الأمريكي من المصارف، واضطرارهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء وسوق الصيرفة المستباحتان. ولما حدد موعد لوفد من النقابة مع دولة الرئيس سعد الحريري الثالثة من بعد ظهر اليوم للبحث في المخارج المقترحة، قررت النقابة منذ هذه اللحظة يعني من بعد الاجتماع ما انتهى قبل الظهر على أن تعاود الاجتماع صباح غد السبت لتحديد موقفها النهائي من الإجراءات والقرارات التي تتخذ أو ستتخذ في اجتماع اليوم. إنما يهم النقابة أن تؤكد عليه أن الإضراب ليس هدفاً بحد ذاته، بل هو وسيلة للفت النظر إلى حجم المعاناة التي نعيشها منذ فترة، وحافزاً للسعي إلى إنهائها بأسرع وقت ممكن. وما يهم النقابة أن تؤكد أنها لم تسعى يوماً إلى إزعاج المواطنين وشل الحركة الاقتصادية في البلاد، بقدر ما يهمها الحفاظ على ما ننعم به من أمن واستقرار ضماناً لمصالحنا. إن المواسبة تدعونا إلى التأكيد على الثقة العالية التي لدينا بالرئيس الحريري وبقدرته على تحمل المسؤوليات الجسام، ولنعتقد أن ما نعاني منه ليس على لائحة هذه الأولويات. وأخيراً تؤكد نقابة أصحاب محطات المحروقات أننا ذاهبون إلى الحوار بعد ظهر اليوم وبإيجابية وبروح الانفتاح والثقة بإمكان الوصول إلى المخارج التي تضمن المصالح وحق اللبنانيين بالأمنين الاقتصادي والاجتماعي. رئيس النقابة سامي نصر البراكس. يعني اليوم في اجتماع الساعة واحدة أول شيء بالسراي الحكومة بموضوع الكهرباء، وفي اجتماع الساعة ثلاثة مع كل المعنيين بموضوع المحروقات، والكل منتظر
نتائج هالاجتماعات. وبالتالي كلنا بنعرف نهار الثلاثة كان تعميم صدر عن حاكم مصرف لبنان بأكد فيه أنه رح يصدر آلية شراء للدواء للمحروقات وللقمح، لأنه هودي ثلاث أمور كتير أساسية بحياة اللبناني. وأنا كنت بتمنى على اللبنانيين مبارح بالليل ما يتهافطوا ويصير اللي صار أمام المحطات، واللي اليوم صباحاً كان المحطات كلها عم بتعبي وما أحسنها. هيدا هالتهافت عم يعمل بانيك، وبالنتيجة على شو خايفين اللبناني بعد؟ ما يروح على شغله؟ عم يقبض معاشه آخر الشهر؟ إنه ما بعرف ليه اللبناني هالقد خنوع صاير أمام المأزمات. مفروض يعلي صوته وبجدية كمان ويطالب بحقه، لأنه إذا عمل يعني غلطة صغيرة على الطريق بيدفع ضبط، بس هل الطريق عليها كل شروط السلامة المرورية؟ أنا عم بعطي هيك مثل كتير صغير، ما عم حمس اللبنانيين يوقفوا بوجه الدولة، نحن الدولة، بس أنا عم حمس اللبنانيين يعرفوا يطالبوا بحقهم لمرة أولى وأخيرة بهالبلد. على القليلة مرة واحدة سمعوا صوتكم مظبوط بهالبلد، لأنه اللي عم نعانيه نحن كشعب لبناني ما بنستحقه إطلاقاً إطلاقاً. أنا بعرف كتير ناس عم يتصلوا فينا على البرنامج على الهواء وخارج الهواء، ما بقى معهم ياكلوا، ما معهم ياكلوا، بعرف شو عم بحكي، وما قادرين يدفعوا شي للدولة، لا كهرباء ولا مي، وإذا قطعوا لهم الكهرباء والمي ما بيعرفوا، ما عندهم إمكانية يروحوا يشتروا قنين صغيرة ليشربوا فيها. أنا بعرف شو عم بعني، وبتمنى على كافة المعنيين بهالبلد تاخد مواضيع الناس بجدية. مش كل شي بيبرق ذهب، الناس عايشة ما بعرف كيف وما بعرف قدي. إذا حبيت أحكي اليوم بهذا الموضوع، لأنه نحن ببرنامجنا الحل عنا عم نسمع الناس وعم نوصل صوتها، وعم نحاول بقدر الإمكان نأمن أكتر ما بنقدر باتصالات شخصية ومع كل المعنيين لقضايا كتير بسيطة ومن كرامة الناس. بس مش مسموح بقى نستمر باللي نحن عم نعيشه اليوم. منا ضد حدا، نحن الدولة برجع بقول، ونحن حريصين على الدولة، ولكن في شعب بده يعيش بكرامته، ما بقى حدا يهمل هذا الشعب. اتصالاتكم مشاهدين على 04-444-444 بياخد أول اتصال لليوم. ألو؟ ألو؟ أهلا مسيو. لو سمحتي بدي أسألك، عم بحكيك من بشامون. إيه أهلا. تعاونيت موظفي الدولة. نعم. بدنا نعرف أمتى بدنا يحولوا لها مصاري. بدك صراحة، أنا الأسبوع يعني خلال هالأسبوع والأسبوع الماضي حكينا بهذا الموضوع. كل ملفات جاهزة من عند التعاونية، ما عندها تأخير التعاونية، التأخير هو من المالية، يعني وقت اللي مالية هي بتحول. من عند يعني التعاونية ما في تأخير، يعني كل ملفاتكم جاهزة، بس التأخير من المالية. كيف فينا نعرف إذا بدها تحول؟ بدنا نشوف المالية بدنا نعرف أي متى بدها تحول للصرفيات تنتو تقبضون. هيدا على وزارة المال إنها تبلغ عنها، لأنه عند التعاونية ما في شيء واقف. هيدا على لسان المدير العام، من شيء المتبقي من 2018 ولغاية 2019 لهالتاريخ، هيدا في تأخير من قبل المالية، كل الفواتير جاهزة. اتصال آخر، بياخد اتصال آخر. ألو، تفضلي. بونجور. يعطيك العافية مدام ربيكا. أهلا وحياتك. أنا عندي شكوى بفرن الشباك. نعم. عندنا نحن مصلحة هونيك لها أكثر من 10 سنين. نعم. وما في مرة وصلنا ولقينا صفي. يعني عندكم صعوبة إنه تصفوا السيارة أمام مصلحتكم؟ 100%. مش لأنه ما في صفات، لأنه يا حاطين براميل، يا حاطين كراسي، يا حاطين فويات زريعة، صار شارع هونيك كله جنينات. بأي شارع؟ ما بعرف بالضبط شو اسمه، بس نحن بقفا سينما سكالا قديما، سينما سكالا اللي كانت قديما نحن بقفاها. اوكي، حكيتوا البلدية شي مرة؟ لا صراحة ما عنا ثقة بكل. لا معلش، بلدية فرن الشباك ما بعتقد رئيسها ما مش لازم يكون عندكم ثقة فيه. بتصور لما بتروحوا على البلدية وما بتتجاوب معكم، ساعتها فيكم تحكوا. أنا بتمنى عليك هلا اليوم أكيد الدوام ما بقى تلحقي،
وبكره عطله رسميه لانه السبت ما بقى نشتغل الحمد لله بالادارات العامه. نعم. التنين توجهي على البلديه وطالبي في حال ما مش الحال جاي حكينا. يعني نحن نتمنى انه لانه صوتكم مسموع اكثر منا نحن. وصوتكم كمان مسموع لانه هيدا حق لكم، لانه انتم ما بتدفعوا بلديه، متاخرين شي مره على دفع البلديه. نعم صوفيا بدنا نعمل مشكل. ليه بدنا نعمل؟ طيب ما رح نعمل مشكل، ما لازم نعمل مشكل، بس انه هيدا الرصيف موجود للمره، واذا في محلات واذا في ناس اكيد الاولويه لإلها. بكل بساطة عم بطالبي بحقك، ما عم تخدي انت من حق حدا. نحن رح نحكي رئيس البلدية، رح نساعدك بالموضوع، بس نحن كيف البلدية بتصرف اذا ما حدا اشتكى؟ هيدا اللي عم حاول قلك اياه. اهلا وسهلا فيك، فاصل ومنتابع. منتابع الحلقة أنا وباخد اتصال جديد. ألو، نقطع الخط، ناخد اتصال تاني. ألو ألو، أنا على دينتي في حدا بس ملتهي، أكيد بكون إحنا أخرناه بالبريك. طيب ألو ألو، إيه تفضل. مرحبا مرحبا ست لبيكا. نعم يعطيك العافية. أهلا، في عندي موضوع بدي أطرحه. يلا. في عنا رئيس بروح رئيس بيجي، وزير بروح وزير بيجي، بس في عنا مشكلة بالدولة إنه بضل القانون والتلاتوبية والموظفين عاملين لنا مشاكل. في عنا مشكلة المدارس الرسمية اليوم. نعم. أنا بدي أطرح على الرأي العام. بتتخيلوا معي إنه في 8 تلاميذ بالصف. 8 تلاميذ بالصف، بيسقط منهم 6 وبينجحوا 2، واثنين بينجحوا معيدين. 13 تلميذ بالصف، بيسقط منهم 9 وبينجح منهم 4، ومن الأربعة في 3 معيدين وواحد جاي من الخاصة. بدي أقول له لمسيو أكرم شهيب. شهيب. شهيب مع شدة. أنا بقول له شهيب لأنه بشله الشدة. لحظة لحظة، شو دخلت معالي الوزير بهذا الموضوع؟ هو لأنه وزير بيروح وزير بيجي مدام طيب. بيكا. طيب. ورئيس بيروح ورئيس بيجي. يحيي معك، أنا معك. بس بعدنا مدام بيكا اسمع، بعدنا عم نعطي الماتيماتيك والسيونس بالعربي. لحظة. والسوريين بياخذوا الماتيماتيك والسيونس بالفرنسي وبالإنجليزي. يا خيي لحظة لحظة، خليني أتفاهم أنا وياك. أول شيء اللي بحط المناهج ومركز البحوث العلمي، المعهد البحوث بحطوا المنهاج. هلا كل المدارس الرسمية كلها بتتبع المنهاج اللي بتحطه الدولة، أوكي؟ هلأ إذا في من إعادة منهاج مفروض ينحكى مع مصلحة معهد البحوث اللي هو بحط المناهج. خلينا نبلش خطوة ورا خطوة. هلأ إذا بصفوف في 9 تلاميذ ساقطين، يعني هيدي مشكلة كبيرة، يعني معناتها يا الأساتذة ما عم يعطوا مظبوط، يعني بدهم إعادة نظر. معك حق، يعني منطلب ساعتها نحن من المعنيين بالتعليم الرسمي بالوزارة انه نعمل بهذه المدرسة، ليه عم بيكون في رسوب هالقد؟ هل هن هالقد تلاميذ ما عم يدرسوا او في خلل بالتعليم؟ في فرق، ما من من يعني ما ناخذ الامور كلها هيك نخلطها خلط، ما بيسوى. نحن بدنا نعلم كل طلابنا وبدنا كل طلابنا ينجحوا، والمدرسة الرسمية بدنا نعطيها حقها مثل ما نعطي الحق المدرسة الخاصة. في عنا ملاحظات، معالي الوزير كل نهار أربعة رح يستقبل الناس بالوزارة وبده يسمع كل الناس. بتمنى عليك لمعالي الوزير الشايب اللي هو هلأ حاليا رئيس وزير التربية، فيك تتوجه له نهار الأربعة على الوزارة وتحكي اللي بتريده، بس المناهج اللي موضوعة بالمدارس الرسمية والثانويات بتضع الدولة، المعهد بيضعها. المدارس الخاصة مريت بيكون عندها توأمة مع الـ مع الـ الـ إذا عندهم فريشمان، إذا عندهم بكالوريا تاني بيبقى عندهم توأمة معهم، وهن بيأمنوا لهم الكتب وبيتفقوا معهم على الكتب، يعني تكون تتعرف كيف السيستم ماشي. حبيت بس وضح العملية، أكيد هيدا الشيء مفاجئ إنه صفوف فيها 8 طلاب و13 طالب، يعني مش 20 طالب و40 طالب و25 طالب، يعني مفروض كأنه الأستاذ لكل طالب عم يعطيه. بدنا نشوف وين الخلل. باخد اتصال تاني. ألو ألو، أهلا تفضلي. ألو تفضلي. يا قلبي اللي نص ساعة نطرته للحلقة عم يشكيها، معملي معروف على أساس من جمعة اتصلت كرمال كامل بناية، يعني هيدا خطر علينا صار. كرمال شو؟
كابل بالبناية قطعنا إياه ونش وماري ثلاث سنين عم بشكي همي للشركة وللصيانة وإجا واحد كشف أخذ 135,000 اسمعيلي شوي يومتها أنت ما قلتي لي وين يعني رجعت يا قلبي قلتلي توبريني بوجه المدرسة تبع القلبين الأقدسين هلا عملوها جديد للإرباوي مدام أنت قلتي لي بجوني وقلتي لي لحظة بجوني قلبي قلتي لي القلبين الأقدسين قلتي لي حد جنينة اليسوعية حد مدرسة اليسوعية قلتي لنا هون القلبين الأقدسين صارت بجوني دغري حد البون حد لأنه البون دغري طيب خليكي معي شوي لأنه رجعت وجهت لك قلت لك حددي لي وين أكثر لأنه أو قلت لك أعطيني البناية مين كنت سكرت الخط ومشترك انا ام تليفوني قلت لك ملك جورج بربيري رجعنا دقينا مدام خليكي معي شوي انا بدي ساعدك رجعنا اتصلنا فيكي على الرقم اللي موجود 09 عده مرات حضرتك مره رديتي علينا بس لنعرف بنايه مين مره رقم التليفون تبريني مدام طيب يا عطيتينا رقم غلط لكن بتحبي اعطيك الرقم اي طلبني ايه اذا قدامك دور ساعتيني يلا اعطيها اياه هلا عم نضيع وقت 914 167 مدام رح اعطيك 09 914 167 مزبوط على هذا الرقم اتصلنا حضرتك ما رديت طيب ليش الحال حبيبتي انا بدي ساعدك بس رجعي لي ما دامك اتصلتي فيي رجعي قولي لي بنايه مين جورج بربيري اوكي بنايه جورج هي كانت تأذيني ابو شبتي سجلتها لابنها جورج بربيري دغري البنايه شبابيكها خضر وجه الدغر المدخل تبع القلبين الهدفين يلا اوكي تكرم عينك تكرم عينك رح نرجع نحكي مع الكهرباء بالموضوع باخذ اتصال اخر الو اهلا مساء الخير اهلا اهلا فيك تفضل مدام ريبيكا نعم انا استاذ متقاعد نعم وعطونا هالسلسله ومن ست الماضي والسنه ما دفعوا لناش بدنا نعرف بده يدفعوا ولا لا اذا بده يدفعوا لنعمل حسابات مع حضرتك ما قبضت ولا شيء من السلسله ولا مرحله للاولى ولا الثانيه الاولى قبضنا والثاني قبضنا 8% بس مزبوط هذا اللي هلا الكل عم يسالوا عنه يعني مش لوحدك كتار عم يسالوا والنقابه عم بتتبعها يعني ناطرين تنشوف مع الماليه وانا طلبت من الماليه تعرفوا كيف عم تحتسب لتعرفوا شو بعد لكم شو بعد عليكم القانون واضح اللي طالع هذه المشكلة عنا إنه قانون واضح ليش بدونش يعطونا يقولوا بدناش نعطي هذا اللي طالبين من المالية إنها هي توضحوا لألكن طيب. يعني عرفت أهلا وسهلا بس ما عرفوا نحن كتير عم نشتغلها مع النقابة لأنه مش لوحدكم كأساتذة كمان بالدرك يعني في كتار متقاعدين كمان عم يسألوا نفس السؤال تواصل بتواصل مدام ميراي عيد رجعة قايلت لنا أنه بدها تشكرنا لأنه نحن الوحيدين يلي عرضنا حالة التسمم يلي تعرضوا لأهالي الهيكلية بسبب تسرب مياه المجارير على مياه الشفة لدرجة صارت ريحتها بكل البيوت وبتقول للأسف رحنا لعند رئيس البلدية وما قبل يستقبلنا وقال شوفوا شو بدكم تعملوا إذا أنا ما دخلني بوقت مكتب البلدية خبروك أنه بتوصل توصل مع الاتفاق وهيدا كلام كاذب حاولنا نتواصل مع حدا من العمال اللي عم يشتغلوا بشبكة المجارير خبرني انه في مجارير نازلة من منطقة ابي سمرة وما عملتوا لها تمديدات قال هيدي ما دخلنا فيها لانها تهريب وغير ظاهرة على الخريطة فبتسأل شو هالتمديدات اذا بدنا نغض النظر عن التهريب معك حق مدام عيد 100% بس انا اللي بدي اقوله بهذا الموضوع نحن فتشنا على الهيكلية لقينا ما فيها بلدية طلبت اتحاد بلديات الكورة قالوا لي انه هيدي الهيكلية تابعة لبلدية راس مسقى طلبنا بلدية راس مسقى وسألنا عن الرئيس الاستاذ سيمون نخول ما كان موجود عطونا رقم الموبايل اتصلنا فيه كمان ما جاوبنا الست يلي حكيناها وعطتنا رقم الموبايل سألتنا بشو بتريدوا قلنا لها شو الموضوع كان هيدا جوابه وقالت لي الأكيد الرئيس هو بيحطهم بالجو بيجع بيتصل فيكن على اي رقم اعطيني الرقم انتظرنا لليوم وبعد ما جاوبنا ولا اتصل فينا ولا خبرنا شو هو الموضوع بس إذا في أشغال عم بتصير على مد صرف صحي وفي تهريب
يعني كأنه ما مدوا شيء إذا ما وقفوا التهريب. معكم حق، يعني هيدي أنا تختلط مياه الصرف الصحي مع شبكة مي للشرب، هيدا شيء مش طبيعي ومش مفروض يصير. فنحن بنتمنى إعادة النظر بموضوع المد، يعرفوا وين التهريب قبل ما يمدوا شبكات جديدة. وبتمنى على رئيس البلدية يجاوبنا أو يعطينا شو معلوماته أو يستقصي شو هي المعلومات، لأنه هيدا الحي تابع لبلديته. بياخد اتصال. ألو ألو ألو، تفضل. ألو ألو، يعطيك العافية. أهلين. ألو معك. أنا معك. أهلا وحياتك وحياتك. اليوم نحن كنا سحبين أرض من الأرض الحسا، رحنا لحتى ندفع وحسبوا لنا الدولار على 1620 بفرع بعلبك. هذا اللي عم نحكيه، ما في سقف للدولار، يعني السوق عرض وطلب للدولار، ما حدا عم يلجو، ما حدا عم بيحدد وبتمكان محدد. هيدي الخطورة وهيدا اللي عم نحذر منها وهيدي اللي عم نحكيها، يعني عم ينحط المواطن تحت الأمر الواقع. إذا بتسمع الصرافين بيقولوا هيدا عرض وطلب، على كان إذا كان وصل للألفين وتخطيه شو بيعملوا الناس؟ هيدا السؤال يلي عم نسأله، بده اليوم قبل بكرة معالجة. صورة اليوم نشوفها سوا. يعني مهضوم، حامي حاله بدوليب، يعني مش حاطط كاسك على راسه الأخ على الموبيلات، بس بدوليب ماشي الحال، عم بيوفر ما بعرف شو عم بيوفر صراحة. يعني شيء مؤسف جدا، مش عم نقول ليش بيصير حادث وكيف بنخسر ضحايا. بعطيكم موعد نهار الاثنين دايما عبر الام تي في، الحل عنا، على امل تنفرج اليوم باجتماع السرايا الحكومي مع دولة الرئيس، ان كان بموضوع الكهرباء او بموضوع المحروقات. وبانتظار الاثنين، الى اللقاء.